إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ومعنى الصلاة أي يقول: اللهم صلي على محمد، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. فإذا أثنيت طلبت الثناء من الله فالله يثني عليك عند الملائكة باسمك، باسمك، يذكرك باسمك. لهذا قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، أي أثنى عليه عند الملائكة باسمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك قل يا أيها الكافرون. قال: وسماني لك باسمي؟ قال: وسماك باسمك. قال: فبكى، بكى أبي: سماني باسمي. الله أكبر، بكى من الفرح والسرور أن الله ذكر باسمه، يذكرك عشر مرات إذا صليت عليه، على نبي عليه الصلاة والسلام وحبيبه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم عليه.